وبركاته. تحية خاصة لسعادة القنصل العام الأستاذ شير نورامي. فتحية السادة المناضلين والمناضلات للحركة الوطنية للإنقاذ. فاليوم اجتمعنا في هذا المكان الطيب المبارك لكي نرحب بقدوم سعادة القنصل العام وبحضور المدير الإعلامي لمنظمة الدعوة الإسلامية التعاون الإسلامي الأستاذ عبد الكريم بيرو. له التحية والشكر والتقدير. السادة المناضلين والمناضلات، فنبدأ برنامجنا بالقرآن الكريم ويتلو على مسامعنا الشيخ الدكتور محمد الوالي بشر، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم. سعادة القنصل العام، السيد نائب القنصل العام، السيد الأمين العام للحركة الوطنية للإنقاذ، السادة ممثلي السلك الدبلوماسي، السادة أعضاء الجالية التشادية، السادة رؤساء الفرقيات للحركة الوطنية للإنقاذ، السادة شيوخ القبائل، السيدات الكريمات، وجميع المناضلين والمناضلات، والسادة الأحزاب الصديقة المتحالفة مع الحركة الوطنية للإنقاذ. للمرة الثانية أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي برنامجنا بعد القرآن الكريم نستمع إلى النشيد الوطني. Passer le micro et Excellence Monsieur le Consul du Tchad, Excellence Monsieur le Vice-Consul, les attachés et le secrétaire général du Conseil de la représentation du Mouvement Patriotique du Salut et ses adjoints, le président de la colonie et ses adjoints, le directeur de l'école et son staff, les secrétaires généraux des sous-comités et sans oublier les organes de masse qui sont les RJMPS, OFMPS, IMCMPS, etc. Donc comme sans oublier aussi
لفرير حسن عبد الكريم nous lui souhaitons un bon séjour parmi nous et bienvenue en Terre Sainte d'Arabie Saoudite. Donc, sans être un beau bavard, je voudrais dire ceci. Et donc, notre cérémonie se baptise à une rencontre avec le consul général qui vient d'arriver du Tchad. On lui souhaite aussi la bienvenue et bon séjour parmi ta colonie en général et tes militants en particulier. Donc ce soir, nous sommes ici regroupés dans la salle du consulat général à cette date précise du 22 décembre 2016. C'était tout juste à la demande du conseil général en tant que militant du parti et accompagné de son fils. Voilà, donc je voudrais dire aussi l'attaché consulaire, le camarade Ibrahim, vous pouvez être à la tribune tout juste pour présenter la biographie du conseil en version arabe. أيضا الآن الكلمة للملحق القنصلي الأستاذ إبراهيم الخليل عشان يقدم لنا السيرة الذاتية على سعادة القنصل العام. فليفضل الأستاذ إبراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السادة الحضور السلام عليكم. صراحة هي ليس بمعنى كلمة السيرة الذاتية لأن القنصل العام الجديد بجدة لو حاولنا خلال هذه الفترة البسيطة أن نحصر سيرته الذاتية ربما نأخذ ساعات وساعات، لكن هذه عبارة عن سيرة ذاتية مختصرة. وكما تعلمون هو من مواليد سلال، ولكن هو ابن الوطن لأنه خدم في كل المؤسسات الوطنية وخدم في كثير من الأقاليم بالوطن، وهو كان حاكم لولاية كانم، وبعدها كان مستشار وطني بالمجلس الدستوري. شير نورمي كان عضو بالمجلس الوطني للسلام، كذلك كان نائبا لفترة بتاع 9 سنوات بالجمعية الوطنية، وأيضا قدم الكثير في هذه الفترة، كما كان أيضا عضو بالمحكمة العليا. وكان كذلك مستشار بالوساطة الوطنية اللي هي تقريبا آخر منصب له قبل أن يكون القنصل العام لجمهورية تشاد بجدة. وهذا كما قلت لكم لأنه سيرته الذاتية أنا شفتها في وزارة الخارجية صفحات عدة، ولكن هذه قصاصة لا تحمل كل المناصب التي نالها بالوطن، فهذه قصاصة. والآن هو القنصل العام لجمهورية تشاد بجدة، فنتمنى له إقامة طيبة وسعيدة بين أهله وأخوانه سكان المملكة الجالب المملكة العربية السعودية الأوفياء الذين لم يأتي قنصل إلا يقفون معه بكل ما يمتلكون، إنما نشير لهم من القنصلية بشيء فهم نلقاهم قبالنا لجنة المنظمة، نلقاهم قاعدين حضور معنا. فإن شاء الله هو هيكون عون لكم وأنتم تكونوا أيضا عون له، ولما تكونوا عين له عون له عون لي هو، أنتم عون لرئيس الجمهورية وعون لتشاد بصورة
Voilà, donc merci attaché hein. Sans plus tarder, nous allons continuer notre programme. Donc maintenant, c'est le mot de bienvenue qui sera présenté par le secrétaire général de la représentation du parti, le camarade Ibrahim Mohamed Moussa. كلمة ترحيبية من الأمين العام للحركة الوطنية للإنقاذ الأستاذ إبراهيم محمد موسى. فالكلمة للأمين العام إبراهيم محمد موسى. شكرا. أبس. أهلا بكم من الفرح من النصف ومن الفرح ذات ما نقدر نفصل وللسبب بدنا نقول لكم السلام بالجملة. باسمكم جميعا وخاصة رؤساء المكاتب الفرعية والمركزيات الإيرجي والأوف والمهنيين والتجار، وأخص بالذكر عندنا مستودع هنا الشعب الجاد المقيم في المملكة، هم أخواننا وأبهاتنا ممثلين السلاطين والشيوخ. وباسم المرأة في الأوف إم بي إس، مندوبة المرأة في المكتب الإقليمي، أنا اليوم مسرور بهذا اللقاء لأن اللقاء ده تشوقا من القنصل بكون طلب خاص، بكون أول انطلاقة، بكون داير يقابل المناضلين إن شاء الله قبل المواطنين إن شاء الله. وراوني الشيء اللي خلاني ما التعبير ذاته ما قدرنا نعبر زي الناس دي فرحة، ونحن ذاته محظوظين مناضلين هنا الام بي اس في المملكة. كان مشى قنصل وجانا قنصل كله من إدارة الام بي اس ده، معناه نحن راسنا فوق إن شاء الله. ما فيكم حقيقة اللقاء ده ما لقاء هنا عمل، اللقاء تعارفي، وأنا في بشرة لكل الجاديين والتشاديات المقيمين في المملكة العربية السعودية. وسبق أن هذه البشرة ما تم إلا الزيارة الميمونة اللي قام بها فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو للمملكة العربية السعودية بمقابلة الملك سلمان والأسرة الحاكمة، ومنا توالت الزيارات، ومن الزيارات دي النتائج ان شاء الله. نائب القنصل بديكم البشرة ويديكم التفاصيل ان شاء الله. انا ما بنقدر نجيب اكثر من ده. وحقيقة القنصل انا بنقول باسم الجميع بنقدم الشكر والتقدير، وخاصة الناس المنظمين اليوم التنظيم الرائع بالنسبة للاعلاميين وبالنسبة للمنظمين، وعلى راسهم الاخ مندوب او النائب الاول عمر حسب الله، ويجي بالتوالي اعضاء المكتب الاقليمي اللي كانوا نظموا. واكيد انا بنقول لسعاده القنصل ونائب القنصل هؤلاء اللي امامك دول كلهم 90% دول كلهم رؤساء مكاتب فرعيه. وحقيقه الجزء الاخر اذا كان قلنا الجاريه وما ادراك الجاريه، جزء لا يتجزأ من الام بي اس، لان جزء منهم الان عضو في الجاليه وفي نفس الوقت عضو في المكتب الاقليمي. انا ذات نفسي ما قادرين نفرز بين ذات يعني، فدي حقيقه عشان خلي كل انسان ياخذ في باله والفكر ما يوصل بعيد، بكون ان الشيء ده كانه ان في تنافس ما بين الجاليه وما بين الحزب. الحزب الحاكم ده مهما يكون زي النجمه ما بيكون فوق اي قضاء، وما في اي شخصي بكونه بيجي بقول لك انا معارض للحزب. فشكرا، وللمره الثانيه والثالثه، وبعد كده تسمعوا المفاجاه، ومن ثم تسمعوا القنصل بكونك ضيف جديد علينا، ونتمنى له اقامه سعيده، ونتمنى نجاح عمله لحد ما يقضي عمله ده ان شاء الله. ما يلقى مننا الا الطيب، وما يلقى مننا الا نقدم لي السنه. شكرا، كل عام وانتم بخير.
les secrétaires généraux des différents sous-comités qui sont ici, et sans oublier le corps consulaire, et ainsi que toute l'assistance assise et calme. Et nous remercions infiniment le secrétaire général à travers ses mots très clairs et précis. Donc, compte tenu de notre programme, ou mieux compte tenu de notre institution du Tchad, de notre constitution plutôt, et nous avons un Tchad qui est bilingue. Donc, l'attaché conseiller, le frère Ibrahim, vient de présenter la biographie de notre cher consul en version arabe. Donc, ils m'ont autorisé aussi de présenter ça en guise d'une traduction de la première présentée déjà par l'attaché. Donc, comme il a déjà dit dorénavant, le nouveau consul général du Tchad auprès du Royaume d'Arabie Saoudite, précisément à Jeddah, il porte le nom Shir Nourmi. Et certainement, il est né à Salar. Et Salar, de l'époque, c'est un poste PA. Un temps après, à l'époque du MP, c'est une sous-préfecture qui dépend de la région du Bar-el-Ghazal. Et présentement, il est devant nous. Et il a occupé plusieurs postes, mais comme l'attaché Ibrahim a dit, c'est une biographie courte et le reste peut-être, à d'autres occasions, on aura le temps à présenter tout ce qu'il a exercé comme activité politique ou administrative. Les postes occupés sont, le camarade Shir Nourmi a été préfet de la préfecture du Kanem de l'époque, région du Kanem aujourd'hui. Il a été aussi conseiller national consultatif, en abrégé CNC. Et il a été aussi membre du Conseil national du salut. Il a été aussi député à l'Assemblée nationale pendant plus de 9 ans. Et il est membre de la Haute Cour de justice, conseiller à la médiature et enfin consul général du Tchad à Jeddah aujourd'hui. Il est devant nous. Donc, je remets le micro automatiquement au frère Adelil pour la version arabe. Shukran Mohamed Moussa. بعد ما سمينا السيرة الذاتية باللغة العربية وقدم لنا السيرة الذاتية بكلام نصارى لأن بلدنا عندها لغتين لغة عربي ولغة فرنسية فده لغتين رسميتين مكتوب في الدستور حقنا عشان ده عندنا فرصة التنين كل عيبا يلقى حقا الشكر لضيوفنا الكرام والشكر يعتبر كأب ومربي روحي للجالية التشادية للحركة الوطنية للإنقاذ القنصل العام الأستاذ شير نورمي وأهلا وسهلا به ونرحب بضيفنا الثاني هو حسن عبد الكريم بيوغيري هو المدير الإعلامي في منظمة التعاون الإسلامي فأهلا وسهلا به الضيوف الكرام والآن نقول فليس بضيوف أهلا وسهلا في وسطنا وسط أهلكم وأخوانكم وأعبائكم فبرنامجنا مستمر بعد ما سمينا السيرة الذاتية زي ما قلت بالفرنسي وبالعربي ده هسا جينا نسمو كلام هو أنا سعادة نائب القنصل العام الأستاذ إسماعيل إبراهيم الرجل الفاد السفينة لفترة طويلة ووسطكم ويقول ما يحتاج لتعريف الكل يعرفه فكلمة من نائب القنصل العام الأستاذ إسماعيل إبراهيم بسم الله الرحمن الرحيم سعادة القنصل العام لجمهورية الشاد السيد شير نورمي سعادة مدير الإعلام باللغة الفرنسية لمنظمة التعاون الإسلامي السيد حسن عبد الكريم بيوغري بمناسبة هذه المنظمة طبعا تعني منظمة
بعد الأمم المتحدة، يمثل فيها 57 دولة، وهي أكبر منظمة بعد الأمم المتحدة. هذا شرف لنا، شرف للتشاد، شرف لأبناء التشاد، لأن هذا أول منصب يتقلده مسؤول شادي بهذا المستوى في هذه المنظمة. منظمة هذا شرف لنا وشرف لجميع التشاديين، شرف للوطن. والآن معكم طبعا أمام الأخ حسن عبد الكريم يوبري. الإخوة، من كل الفعاليات، جميع الفعاليات بجدة من الرجال والنساء، السلام عليكم جميعا. نحن سعداء بهذا اللقاء. هذا اللقاء يعتبر أول لقاء جماهيري مع أخ سعادة القنصل العام السيد شيري نورمي بجد. حقيقة هذا اللقاء له طعم خاص، فطبعا الكلام زي ما بيقولوا الأخوة التشاديين، الكلام حلو من خشب فيل. إن شاء الله. فممكن بعد كلام القنصل أنا ممكن أدوكم بعض التفاصيل عن تصحيح أوضاع أجيال التشادية بالمملكة العربية السعودية إن شاء الله، وكان شيء مبشر جدا. وإن شاء الله بعد كلام القنصل العام، مش أثناء كلام، مش بعد كلام، أثناء كلام ممكن أنا نتدخل عشان أدوكم بعض التفاصيل. ونتمنى لأخ شير نوربي والأخ حسن عبد الكريم بيوبري إقامة طيبة مع وسط أهلهما إن شاء الله. نتمنى لهم التوفيق في العمل اللي تقلدوها من الدولة، نتمنى لهم التوفيق. ونخلي نترك المجال لأخ سعادة القنصل العام، أنا نقدمه معلش يعني، خلي هو يجي يدينا الرسالة اللي موجهة منه للجالية التشادية. نسمع كلامه إن شاء الله يكون كلام موفق، ونتمنى له التوفيق مرة ثانية، وشكرا. السلام عليكم. إن شاء الله أنا اليوم كان شيء بدأ دبس الشادة. اليوم رئيسنا أنا MPS كوميتي إكزيكتيف تكلم. رئيسنا دكتور شاديان غاي. طول الرئيسنا دشر دكانتون غايدي. مدام أوف MPS غايدي. donc c'est ça le chat. chat arrête ma أول الكلام نجيب لكم شكر أنا بريزان إذن إتلو قال لي قال أمشي شيفا في عربي سعودي أخواننا قايدين دولا كل منكو أم شيفا شو الخشخش كان في ده كله أكلا وشكر أنا إذا أنا ده مدرون بريد أمس كل شعلوني في فوق إن شاء الله عربيكم. إن شاء الله هو مبسوط منكم عشان ده بس جيدا جيدا إن شاء الله يبين أم بكرة ولا بعد بكرة ده يوم الدماش ده أنا منكم مسير رسالة سماء طبعا ما ده كنت نتوكم إن شاء الله ناد ما تعبان ده تعبان وده إن شاء الله يمبروك ده ينسى الله جيدا أنا جيدة ترى أنتو نأخذ مع أنتو في الليل نحن كل أنا دا نأخذ معكم أنتو كل وقتو برايدا ما في دول وقتو برا ما يسوي لي دول ما والله أنا دا تعب دا ما دا خلاص دا يريد مزاجه ورا
وطني ان شاء الله. قلت كل رئيس راكم اقول بالشديد ان شاء الله نار مشوفها تمور وعدت شرط كلام ان شاء الله. يلا مرمي صح ان شاء الله. عشان شنو انت في دار دولة في دار فريندا كان مشيت كان شفت في دار فريندا كان مشيت كان في مكتب كان مشيت ده الناس كان 20 قاعدين كل ياتون رجال هذا مطار يقول وطني بس ان شاء الله رجال كل مطار ونور كل مطار يقول وطني بس ده يعني انتم كلكم كاخوان اخوان كل كاريه ده كاريه بس انا ما نعرف كاريه ازرق ما نعرف احمر كل كاريه تفرقه ما عندي اول كلام تفرقه ما عندي كل كاريه كل الرئيس أنا واحد تقوم من تقول لي كاريه ده كانوا تقول جمعته كان شديد ده أبرك تطرا ده يدري ده بيتار كل ده يقول ان شاء الله شيما في يقعد سير يقعد ان شاء الله. عمك هذا عمري ده عمر انا كان بيجي طويل ده يقعد كلام كلام كتير ده ما نقدر نقولكم ابارتير ده ديماش ده ياتو كل حاجه بيزي مكتوب انا رزاق ما ياتو اسمه شنو باسبور نوتا كامل وياتو غاما كمان ده ياتو كل حاجه بيزي رزاق ما انا برافو. كده ابارتير ده ديماش ده نزول لجنه عشان كمان لجنة ده الناس كله كمان عارفه ما ما نعلم ويعطيك عند ورد يعطوه ما عنده ما نعرف لجنة ده نسوي ده عم بدو كوميتي ده بس بريزان هذا كاي ده يعطوه الناس وايدين بريزان ده كل نيش عليهم يعطوه الناس وايدين طول الشرطة كان ده قاعدين ده يعطوه كل يعطوه الناس واحد واحد عشان هم الأحلى هم ده يعرفوا يعطوه كل يعرف كان ده أنا نعم كمان ده كان ده كمان كلكم كنتم كالتون دونك هما كل يفوق يا تو يا تو نعم واحد واحد اللي هما زاد ما يبارتيسيبي ده بس كلام كانوا يقولوا هسا فيس كونسيل نايب انا هيدا اليوم مثل اربع يوم كان ما شافي شافا في رياض في كلام ده بس ما شاف في كلام ده ما شاف مع سفارة انا ده امباسادور ده حط كلام كتير مكاتب انا بقول له كشانه جابا عشان ده بس قام يقولكم ديماج ده هو كمان سيس نزوج لجنة كوميتي كوميتي ده رسالة ما لجنة ده ناس راكم كان في ده في حلة الكبار ده مثل مدينة مثل مكة فيها في حلة حلات الكبار ده كله كان نزوج لجنة ده نزوج لجنة ده ما علينا ده نزوج أنتم بس نزوجكم أنتم بس تعرفوا ناس ناس من ما عند الرجل ده علينا نزوج الرجل ان شاء الله شيء ما الفقر ابو مبسوطين في دار الناس عندنا قاعدين ان شاء الله شغلاتهم كان ديفيكولتي حالاتهم كان شيء كان يجي من كل تعال هنا سيد الفنس العام عشان نوضح له شوية توضيح ما نائب الفنس العام لكلام الفنس بخصوص تصحيح الأوضاع الجالية الجهادية بالمملكة العربية السعودية الأخ سعادة الفنس الأخ ما خلى شيء ممكن الناس في ناس فهموا في ناس ممكن في بعض الكلمات ممكن ما فهموا كده أنا بوضح عندي بعض التفاصيل ممكن نتكلم بمناسبة تصحيح الأوضاع الجالية الجارية نحن اجتمعنا قبل أسبوع مع المسؤولين السعوديين في الرياض اللجنة بتاعنا مكون من 7 أشخاص 5 من الرياض واثنين من قنصلية الجارية بجدة برئاسة سعادة السفير السيد عثمان مطر بريمة ده من طرفنا نحن من طرف الجاريين من طرف الحكومة السعودية فيه أكثر من 7 مسؤولين على مستوى عالي رئيس الوفد كان على مستوى وكيل وزارة الداخلية وفي ثاني 2 وكلاء على مستوى في ناس مختصين على مستوى اللواء والجنرالات او جنرالات يعني بعد نقاش طويل احنا اتفقنا في الشيعين النقاش احنا اتفقنا على ان نحدد موعد لتصحيح الاوضاع وفعلا احنا اتفقنا ان احنا في البدايه اعطينا موعد 15 يوم قدام يعني يوم 1/1
2017 بالافرنجي. لكن هم كمان على حسب الاختصاص وعندهم الخبره في المجال ده قال ده ما ممكن، لانه عشان كثير من التيادين قد ما عندهم جوازات، كثير منهم ما عندهم اوراق، فلذا اخلي ندي فتره شويه ابعد من هذه الفتره. المهم هم يطرحوا لنا على ان يكون فتح تصحيح الاوضاع بيوم 1/3/2017. يوم 1/3/2017 يعني باقي شهرين، باقي شهرين، لانه في غضون شهرين ده الناس يجي يجددوا الجوازات، ما عنده جواز مش يجددوا، الناس ما عندهم جوازات يجي يعملوا جوازات، لانه لو فتح السيستم معناها الثاني ما في مجال، وشهرين ما يكفي، عدونا شهرين بس، شهرين واحد يقدم جوازه يمشي كتاب يجي وثاني يقدم يعمل اقامه، ده طبعا شويه صعب. فعشان كده عدونا المهله ده مهله بتاع الشهرين عشان الناس يعملوا، الناس اللي ما عندهم اقامات اقصد ما عندهم اوراق ثبوتيه كل الناس يعملوا. والاخ القنصل العام الان وضح لهم انه نحن نكون لجنه، يعني هم برضو عدونا اقصد شيئين ثاني نقطتين، هو التحديد اقصد مش تحديد احصاء الجاليه التياديه المقيمين بالمملكه كم عددهم، فلازم نعمل احصاء ده واحد. المقيمين في المملكه هم يتركزوا وين؟ يعني اكثر الجاليه متمركزه وين؟ يعني احنا قلنا اكثر الجاليه متمركزه في جده، رياض، مدينه مكه، رياض، تبوك، المهم يعني زي 5-6 مناطق. فعشان كده احنا قلنا نكون لجنه، اللجنه ده يعمل شنو؟ اللجنه يعمل احصاء، خطه بتاع يعني الاحصاء، ويركزوا على الشيوخ، لان الشيوخ هم اساس، هم اساس الاحصاء. اي قبيله عنده شيخ، اللجنه ده يمشي يستند بالشيخ عشان يدي عدد الناس. فعشان كده لازم نعمل يعني حسابنا من الاوراق، زول ما عنده اوراق بعدين ما يقول انا فاتني وانا ناس غشوني وكلامه كان ما، عشان كده انا ما مسكت كلامه ده، بعدين ما في شخص نظر بعد ده خلاص. هو حتى هم كلموني قال له بعد ده بعد شهرين ده يرجع السيستم ثاني يكون عادي خلاص. لذا يقولنا انا يعني نرجو يعني منكم انه يعني تسرعوا في استخراج الاوراق الثروتيه قبل فوات الاعوام. ده واحد. السنسبيليزاسيون، السنسبيليزاسيون معناتها يعني توعيه. نظر التوعيه، التوعيه ده ممكن ساعات السفير هذا بيجي هنا. ساعات السفير هذا يجي نفس الملمى ده يكون هو يكون ممكن اكثر من ده، لانه كل الناس ممكن يشاركوا عشان يسمع كلام السفير يوصل لهم الرساله اللي كان عليها مني ما اكثر من اكثر توضيحا من هذا. ونحن بعد ده ممكن محطه السفير يمشي منطقه منطقه، يبدا بالرياض يجي جده، من جده يمشي مكه مدينه، كل الاسم ده. ونحن التوعيه ده بيكون كيف؟ اصحاب الاخوه الموجودين في المكان هم اللي يقوموا بالتوعيه، لانه في كل منطقه عنده الممثلين من الجاليه، ممثلين من الحزب، ممثلين من كل الفعاليات. لذا ده يعني بشرى هامة وبشرى نبشركم ثاني مرة إنه يوم 1/1/2017 هي موعد لفتح السيستم الجالية الجالية بالمملكة العربية السعودية. أقصد الإقامات يكون على حسب ما جاء في المحضر. المحضر اللي كان يعملوها مع وزير العمل العام السيد أحمد باشا مع الديليجاسيون بتاعه ومسؤولين السعوديين كان امر معهم، اتفقوا على بعض النقاط، التزامات. الالتزامات من طرفنا في بعض الاشياء كثيره، ده برضه عشان ندخلوها مع التوعيه. والتزامات من طرفهم هم شنو؟ اعفاء الضرائب، الضرائب المشهد كلها بنكون معفيه، رفع البصمات، رفع بصمه المراحل، إعفاء الغرامات، وتصحيح أوضاع
ممكن الناس المعني بغرام كلهم يسولهم يعني الناس تصيع عوداء اسم شنو المتخلفين المتخلفين من الحج والعمر عشان كده يعني إن شاء الله أفعل يكون خيرا ونحن ضفنا أربع ثلاثة نقاط مع الاجتماع نقاط إضافية بدلا من إعفاء الغرامات نحن ضفنا إعفاء الغرامات والرسوم المتأخرة وتاني ضفنا رفع حظر التعشيرة للتجار والسياحة العلاجية والزيارات العائلية تصحيح المقيمين المتخلفين من المقيمين الحج والعمرة ده طبعا اوتوماتيكا من اول موجود لكن الرسوم المتأخرة قال ممكن يعني شوية فيه صعوبة لأنه قال ده يعني ده شيء ما ممكن أما الحظر التعشيرة تجارية وكده ده ممكن إن شاء الله يعني وعدونا يعني إن شاء الله وبعد 15 يوم عندنا اجتماع تاني عشان نقيم الاجتماع المشهد وشكرا الأخ يسأل من الجوازات الجوازات من هنا طبعا يعملوا الاجراءات نحن نعمل الاجراءات يمشي هناك يتاخر لا علينا عندنا وعد من الوزير العام للعام اي جواز مشى من هنا في خلال 24 ساعه خلاص يطلع ان شاء الله قال يشكل لجنه خاصه لهذه الامر 24 ساعه ده وعد انا سميت منه هو مش انا واحد كلمني لا سميت منه انه نعمل يشكل لجنه خاصه يقوم بهذه المهمه إن فقدوا 24 ساعة خلاص الجواب يطلع إن شاء الله. طيب في كلمة من أخينا الأستاذ عبد الكريم حسن بيوبري المدير الإعلامي فليتفضل. شكرا. جسم رأي مدر نسمع لطواني كونسيل جنرال. J'aimerais vous remercier pour vos aimables mots. Quand vous avez pris la parole, j'ai senti au fond de moi un appel sincère qui vient de quelqu'un qui connaît le Tchad dans sa profondeur. Et je vous remercie infiniment pour ces mots, peu, mais qui ont beaucoup de sens pour nous, peu, mais qui ont éveillé en nous le patriotisme, l'amour du pays, l'amour des patries pour lesquelles les gens ont sacrifié. Assalamu alaikum wa rahmatullah. أعطى جالية جدية من المملكة العربية السعودية أحييكم بتحية الإسلام الخالدة له السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أولا أشكركم جزيل الشكر على حفاوة الاستقبال كرم الضيافة حسن العناية في هذه المدينة الجميلة الخلابة التي جمعت بين كرم الإنسان وطيبة الكلمة والانفتاح والمودة والأخاء أشكركم من أعماقي وأشكر سعادة القنصل العام الجديد واشكر سعادة القنصل العام النائب واشكر جميع اعضاء القنصلية الجديدة بجدة واشكر رئيس الاقليمي للحركة الوطنية للغاز واشكر الجالية رئيس الجالية الجديدة بالمملكة العربية السعودية ومدينة جدة واشكر جميع الاعيان شتى الكانتيات او رؤساء الاحزاب الموالية للمتحالفة مع الحزب مع الامبيس مكاتب الفرعية للامبيس رؤساء الأحزاب الأوف إم بيس أوب إر جي إم بيس كل الأعضاء أشكركم جزيل الشكر أسأل الله العلي القدير أن يجعل هذا الكلمات الطيبة في ميزان حسناتكم في يوم لا ينفع فيه مالا ولا بنون أشكركم من أعماقي وأنا اليوم استمتع باستقبال فيها البسمة فيها الكلمة الطيبة فيها الانشراح حقا أنا انتدابي لمنظمة التعاون الإسلامي انتداب جمهورية تشاد وهي فرحة جمهورية تشاد وهي فرحة دولتنا وهي فرحتكم بقدر ما هي فرحتي وهي نجاحكم بقدر ما هي نجاحي وهي نجاح كل الأمة الكبيرة أشكركم جزيل الشكر جبونا ميرسي دو فوتر إمام التنسيون ميرسي وكو شكرا لكم بسيطة لأخذنا المرأة الشادية تمام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعادة القنصل العربية تحديدا في جدة، أشكركم جزيل الشكر، وشكر أيضا للحركة الوطنية للإنقاذ، وأشكر أيضا المكتب الإقليمي الذي ترك لنا من وقته الثمين وطلب مقابلة الجميع الأحزاب السياسية. وأصالة عن نفسي الأوف إم بيس، أعرفكم بوجود النساء الأوف إم بيس، سبق تم معكم التعرف، واليوم نجدد اللقاء من جديد لكي يكون لنا لقاء في ظل الإم بيس. نحن جميع الأحزاب المتواجدة كالإر جي ومكتب التجار ومكاتب الفرعيات وكل من الفروع الإم بيس، ولا ننسى الجالية التشادية وهي جزء من الأجزاء لا تتجزأ وهي معنا في الإم بيس. وأيضا أشكر جميع المناضلين والمناضلات، سعادة القنصل العام ونائبه، في هذا اللقاء الذي تم اليوم أثبتتم لنا اهتمامكم للحزب السياسي، وهذا ليس جديدا عليكم، بل أنتم دائما تتركوا لنا وقتكم من النجاح الأحزاب السياسية، وشاكرين لكم ونفديكم هذا من أجل اهتمامكم به. المتحدثة كلثوم آدم النور، وشكرا. إشارة حلوة سمينا من سعادة القنصل العام والنائبة، تم علينا كل الكلام الصعوبات الغالبة جهوم إخامة كرامات سامه له ببلاش ما تكفو شيء نادم كبتلني كفي كرامة الفات أنا كم كم سنة كل ما في نادم كما يجيب بليد كل ما في كم مرة أنا كنا ما في تقدر تجيب من جل كل مزمولة تجيب مثل أي نادم جاي اترانجي هيدا زيارة تجيب مدام هكا تجيب إيه أنا تجيب أبو مدام تجي تجاني ويجبي تقول له مزمولة أنا كلامنا خلاص واضح الشيء المطوان الحفلة.